محلول بيتقل شعر الحواجب ب10 جنيه بس. طبعا ده سؤال جالي من متابعة عندي هنا على الاكاونت بتسأل على قطرة او محلول كده اتشهر وخد صيت كبير في موضوع تتقيل شعر الحواجب، ولفت نظري جدا الصيت والشهرة اللي واخدها المحلول او القطرة دي. كلامنا النهاردة عن قطرة كيريلا اللي المفروض انه بيتقال عنها انها بتتقل شعر الحواجب. طب تعالوا كده مع بعض الاول نشوف مكونات القطرة دي ونحكم اذا كانت فعلا بتتقل شعر الحواجب ولا لا. محلول كيريلا فيه سلسلك اسيد اللي هو المفروض مادة مقشرة بتاعت حب الشباب وبتقشر الجلد الميت والدهون الزايدة وكده وبتنظف المسام. وتاني مكون في القطرة دي هو البيتا ميثازون وده كورتيزون، والمفروض ان القطرة دي في الاساس بنستخدمها لعلاج الصدفية وكمان علاج الثعلبة، يعني بعض الدكاترة بيكتبوها لعلاج الثعلبة اللي هي تساقط الشعر بسبب وجود التهابات عشان وجود مادة الكورتيزون. والسلسلك اسيد بيقشر الجلد الميت في حالة الصدفية. فمنين بقى جت فكرة ان هي بتتقل شعر الحواجب؟ الفكرة كلها ان عشان وجود مادة البيتا ميثازون اللي هي الكورتيزون اللي الدكاترة بيستخدموها في تساقط الشعر بسبب الالتهابات، فمن هنا بدأت الناس تسوق لها انها بتتقل شعر الحواجب. ولكن انا ضد الرأي ده خالص، لان القطرة دي بتعتمد على الكورتيزون اللي مش المفروض ان احنا نصرف كده في استخدامه. فالخلاصة لا، ما نستخدمش قطرة كيريلا لتتقيل الحواجب.